بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، اليوم نكمل ما سبق أن تحدثنا عن هذا الصحابي العظيم، هذا الصحابي الجليل، هذا الشاعر الملهم. تحدثنا عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه. إخوة الإيمان، كان عبد الله بن رواحة إلى جانب شعره كان صواما قواما، يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته في حر شديد، حتى إن أحدنا لا يضع يده على رأسه أو كفه على رأسه من شدة الحر، ما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. انظروا إلى عظمة إيمانه، إلى شدة بأسه. هذا عبد الله عندما توفي زوجته تزوجت رجلا آخر، فسألها هذا الرجل الجديد، قال: بالله عليك، ماذا كان يصنع عبد الله رحمه الله؟ فقالت: إخوة الإيمان، والله لو فعلنا بعض ما فعلوا لكنا من أهل الجنة، نحن المكتوبة نصليها وهي ثقيلة علينا، فما بالنا بالسنن، ما بالنا بالنوافل. انظروا إلى عبد الله ماذا قالت عنه امرأته لزوجها الجديد، قالت: كان إذا أراد أن يخرج من بيته صلى ركعتين، وإذا دخل بيته صلى ركعتين لا يدع ذلك. نحن كما قلت الفريضة نتهرب منها. أولئك عاشقوا الدين، أحبوا الله، أطاعوه، بحثوا عن كل صغيرة تقربهم من الله. نحن كنا نبحث عن كل أمر يبعدنا عن الله، كنا نتعذر، نبحث عن أعذار لنخرج منها أو بها عن طاعة الله. هذا هو الفرق بين من آمن سابقا ومن كان مسلما الآن. رحمك الله يا عبد الله، كان عادلا ورعا، ذا أمانة، يخاف الله ويتقه. قصة ناخذها في خيبر. إخوة الإيمان، تعرفوا أن أهل خيبر من اليهود، فكانوا يخصفون التمر، وكان للمسلمين نصيب فيه بينه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. من كان يذهب ليحسب الحساب كان النبي قد أرسل عبد الله بن رواحة، ذهب يبعثه الحبيب المصطفى إلى خيبر فيخرص بينه وبين يهود خيبر، يعني بده يأخذ نصيب المسلمين من التمر. قال عبد الله، يقول: قال: فجمعوا لي حليا من حلي نسائهم، فقالوا له: هذا لك، وخفف عنه وتجاوز في القسم، يعني بدل أن تخصف أن تخرص لنا مثلا 20 رطل مثلا، هذه الحلي لك ولزوجتك، واخصف لنا واخرص لنا 2 رطل وانتهى الموضوع. هذه رشوة. فماذا قال؟ قال عبد الله بن رواحة قولة مشهورة ستبقى
يذكرها التاريخ لعبد الله إلى يوم القيامة. قال قولة مشهورة لنسمعها إخوة الإيمان: يا معشر اليهود، والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم، فأما ما عرضتم من الرشوة فإنها سحت، أي مال حرام، وإنا لا نأكلها. لم يقل فإني لا أكلها، وكأنه يقول أنا وكل المسلمين في هذه الأرض سواء. لماذا؟ لأن المعلم واحد وهو الحبيب المصطفى، ولأن الرب واحد هو الله سبحانه وتعالى. فمن آمن بالله ربا ومن آمن بالحبيب المصطفى نبيا سيكون على قلب رجل واحد. وإنا لا نأكلها، لم يقل وإني لا أكلها. فربما يخلد في أذهان بعضكم أن هناك من يأكلها، فقال قولة أثبتت اليقين: وإنا لا نأكلها. فقالوا قولة جميلة جدا، أيضا نحسبها لهم. فماذا قالوا؟ قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. الآن تحدثوا بيهوديتهم التي ذكرها التوراة صادقا. بهذا قامت السماوات والأرض، أي بالعدل، بالحب، بالصدق، بالوفاء، بالإيمان. لذلك إخوة الإيمان، الآن أريد أن أحدثكم، أرجو أن لا تملوا، ونحن نعيش في رحاب المصطفى وصحابته الكرام. أريد أن أحدثكم عن بعض مواقف عبد الله بن رواحة مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، كان لعبد الله بن رواحة مواقف جميلة جدا جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه المواقف أنه مرة جاء إليه في ليلة العقبة، قال عبد الله، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: شوفوا الحوار عندما يكون بين الأحبة يكون سهلا شيقا حلوا بدون تكلف. فماذا قال؟ قال عبد الله للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله، اشترط لنفسك ولربك ما شئت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اشترط لربي ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، واشترط لنفسي ان تمنعوني مما تمنعون منه انفسكم واموالكم. قالوا الان بدات عمليه التجاره، قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك يا رسول الله؟ قال: الجنة. قالوا: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. فنزل القرآن، نزلت آية جميلة جدا 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 في سورة التوبة، قول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إخوة الإيمان، كيف هي العلاقة بين هؤلاء الذين تربوا مع النبي صلى الله عليه وسلم
أخبر عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرض عبد الله بن رواحة. هذا عبادة بن الصامت أيضا صحابي جليل لكنه يروي القصة. قال: مرض عبد الله بن رواحة فعاده من؟ عاده الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلما زاره لم يبتعد عبد الله بن رواحة بعض الشيء من فراشه حتى يجلس على طرفه الحبيب المصطفى. فالرواية تقول: فما تحوز أي ما تنحى له عن فراشه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من شهداء أمتي؟ قالوا: قتل المسلم شهادة، يعني إذا قتل المسلم فهو شهيد. قال: شوفوا كيف وسع الله رحمته على عباده. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل، يعني إذا كان الذي يقتل في حرب فهو الشهيد فهو هم قلة. كيف وسع دائرة الشهادة رب العزة حتى ينالوا أكثر قدر من رضاء الله ومن عفوه ومغفرته. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. فبين من هم هؤلاء. قال: قتل المسلم شهادة، من قتل في سبيل الله، والطاعون شهادة، والبطن شهادة، والغرق شهادة، والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة. البطن شهادة المبطون. نحن عندنا عافاكم الله كم من مريض يصاب بسرطان في معدته، في أمعائه، في أحشائه، الذي يموت بالجدر، الذي يموت بهذه الأمراض الوبائية. سبحانك يا الله، فتحت باب جنتك لكثير وكثير جدا من هؤلاء حتى يدخلوا، لأنني أشهدك أنك ما خلقت نارك لتعذب بها عبيدك، إنما خلقتهم لجنتك، ولكنك لك فتحت لهم أبواب رحمتك. فما أكرمك من إله وما أعظمك من خالق. إخوة الإيمان، نأخذ قصة بسيطة جدا. أبو الدرداء، هذا أبو الدرداء اسمه عامر بن عويمر. يقول أبو الدرداء: أعوذ بالله أن يأتي علي يوم لا أذكر فيه عبد الله بن رواحة. كان إذا لقيني إيش يعمل؟ كان إذا لقيني مقبلا ضرب بين ثديي هنا، يعني كأنه يمازحه، وإذا لقيني مدبرا ضرب بين كتفي، فأعلم أن هذا هو عبد الله بن رواحة. ثم يقول: يا عويمر اجلس فلنؤمن ساعة. ما معنى؟ أي أن نذكر الله، نذكر الله ما شاء الله لنا. ثم يقول: يا عويمر، هذه مجالس الإيمان. ولذلك نختم بقصة إخوة الإيمان. والله إن شاء الله إن كان لي في العمر بقية سأحدثكم عن ما بقي من قصة جميلة جدا، لكن ننهي هذا الحديث بهذه القصة الجميلة جدا. لما كان يوم بدر وانتصر المسلمون وأسر المشركون، شاور النبي صلى الله عليه وسلم كعادته في كل أمر، شاور أصحابه في هؤلاء الأسرى ماذا يفعل بهم. فقال: ما تقولون في هؤلاء الأسرى؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله، إنهم قومك وأهلك وعشيرتك،
إنهم أهلك وقومك وعشيرتكم، فرق بيننا الإسلام، استبقهم واستتبهم لعل الله أن يتوب عليهم. أما سمعت قول الله تعالى على لسان إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فقال: وأنت يا عمر؟ قال عمر: يا رسول الله، إنهم أهل كفر ونفاق، ألم ترى أنهم كذبوك وأخرجوك؟ فأرى أن تضرب أعناقهم حتى لا يكونوا إلبا علينا إن أطلقت سراحهم وقبلت منهم الفدية. ألم تسمع قوله تعالى على لسان نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إن تذرهم فإنهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فأخذ سبحان الله عبد الله بن رواحة إذا قال ماذا قال؟ قال: يا رسول الله، أنت في واد كثير الحطب، أضرم الوادي عليهم نارا ثم ألقهم فيه. قال: فسكت رسول الله فلم يرد عليهم شيئا، ثم قام فدخل. إخوة الإيمان، أترك هذا للحديث القادم إن كان لنا في العمر بقية، لأخبركم بأخلاق الحبيب وموقف الحبيب. إخوة الإيمان، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فقد أدركنا الوقت، وإلى أن نلتقي غدا أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.